بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام ورحمة الله وبركاته. من الواضح إخوانا الأعزاء على أن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، مو فقط الأئمة، إنما قصدي كل نبي وكل وصي وكل ولي، لأن تارة الله سبحانه وتعالى هو الواهب الأول، يقول للشيء كن فيكون. الآن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يقول للشيء كن فيكون، الذهب يبدله إلى أو الحجر يبدله إلى ذهب، يعني قادر على كل شيء. هذه القدرة الإلهية من الواضح والبديهي وبما لا شك فيه عند السنة والشيعة، هذه القدرة الإلهية تنتقل من الخالق إلى المخلوق، لكن بأمر من الخالق، يعني بأمر من الله. زين، يعني شلون؟ يعني مثلا لما الله في حديث قدسي يقول، خلانا أقول لك ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي. القرآن هو كلام الله، والحديث القدسي أيضا كلام الله، لكن الفرق بين هذا الكلام وهذا الكلام على أن القرآن هو كلام الله الذي نزل على صدر رسول الله بالواسطة، يعني جبرائيل، لكن الحديث القدسي لا، الحديث القدسي هو كلام الله الذي نزل على رسول الله بغير واسطة، يعني كلام مباشر. ولهذا كيف نقول موسى عليه السلام كليم الله، كذلك رسول الله كلمه الله في المعراج. الآن وصلنا إلى هذا الشيخ، الآن أذكر فضيلة لعلي بن أبي طالب، هذا لما يذكر، لما يتكلم رب العالمين مع عبد من عبيده بأي صوت يتكلم، لأن الله هو خالق الأصوات. لأن واحد يسأل يقول شيخنا هذا الكلام الآن، ها لما أتكلم هذا كلامي يحتاج إلى بعض الأعضاء، حنجرة ولسان وأوتار صوتية تسبب هذا الصوت. إذن الله هم عنده حنجرة وعنده أوتار صوتية، فإذن هو مخلوق وعنده أعضاء، كمان له عين وله يد. نقول لا، إنما الله خالق الأصوات. الآن أنا، أنت نفس الأوتار الصوتية اللي عندك الآن عندي أنا، نفس الحنجرة اللي عندك أنا هم عندي، نفس اللسان من لحم، أنت لسانك من لحم. لأن الإمام علي عليه السلام يقول عجبت لهذا الإنسان يتكلم بشحم أو يتكلم بلحم، وينظر بشحم ويسمع بعظم. إذن أنا لساني لحم ولسانك لحم، عندي حنجرة وأنت عندك حنجرة، لكن صوتي يختلف مع صوتك. ها الآن صوتي أنا مو مثل صوتك، لأن صوتك يختلف ويا صوتي، عجيب. نفس الحنجرة ونفس الأوتار أو نفس اللسان، نفس اللحم، نفس الأسنان، بس صوتك يختلف مع صوتي. ليش؟ لأن ترى هذه وسيلة، لكن الله هو خالق الأصوات. إذن الله لما تكلم مع موسى أو تكلم مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المعراج، الله خلق الصوت، لكن يا صوت النبي وصل إلى قابي أو إلى مقام قابي قوسين أو أدنى، بينما هو كذلك وإذ يسمع صوت علي بن أبي طالب قد صدر يدوي في العرش، صوت الإمام علي يدوي في العرش، وهي كرامة نعتز بها وتعتز بها شيعته. سمع صوت الإمام علي يدوي في العرش فتعجب رسول الله، قال إلهي أعلي معي في المعراج؟ قال لا يا رسول الله، لكن فتشت في قلبك فرأيت أحب الأصوات إلى قلبك هو صوت علي، فأحببت أن أكلمك بأحب الأصوات إلى قلبك وهو صوت علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فإذن هذا مقام للإمام علي. هذا الكلام كلام الله مع النبي يسمونه حديث شنو؟ قدسي، حديث قدسي. إذن حديث القدسي كلام الله والقرآن كلام الله. الله في حديث قدسي يقول عبدي، شوية أنا أجرها إلى الأئمة سلام الله عليهم، عبدي أطعني تكون مثلي. وللأسف أكو بعض الناس يقرونها مثلي، إذا قال مثلي فهو الشرك بالله، يعني ماكو أحد يصير مثل الله، لا، مثل الله نعم أو مثل الله حرام. إذن عبدي أطعني تكون مثلي، تقول للشيء كن فيكون، هاي قاعدة. إذن العبد المطيع، العبد المؤمن يقول للشيء كن فيكون. الآن هاي الطاولة يصير ذهب، هاي السماعة يصير ذهب،
أقول للشيء كن فيكون، الجبل يزول الجبل يزول. ولهذا هاي الموهبة صارت إلى الأنبياء وإلى الأئمة المعصومين. أجوا المشركون إلى رسول الله قالوا له يا محمد الأمين، المعروف بمحمد الأمين، يا محمد الأمين أنت كاذب بما تدعي، أنت ساحر كذاب مفتري. وحاشا لرسول الله، نريد بينة معجزة. اسمع الإرادة أو العفو، القدرة التكوينية لرسول الله، ماذا تريدون؟ قالوا نريد معجزة. قالهم المعجزة أنا عينها واللي أنتم تعينوها؟ قالوا لا، إحنا نعين المعجزة. شو تريدون؟ قالوا نريدك أن تشق لنا القمر شقين، القمر سوي إن نصين. قالهم والله أهون ما طلبتم، هاي سهلة. يمتى؟ ليلة البدر. وين؟ على جبل أبي قبيس. صعدوا على جبل أبي قبيس، كود من المشركين موجودة والنصارى واليهود والمسلمون كذلك موجودين. النبي صعد وعلي معه وصعدوا، شافوا القمر ساير بدر قرص كامل. قالهم الآن انظروا إلى البدر، نظروا إلى البدر وإذا شافوه كامل قدامه قدام الجميع. الآن القرص كامل؟ نعم كامل، ما بي أي زلة؟ لا، ما ساير نصفين؟ لا. فرفع يديه إلى السماء. اسمع شوف القدرة التكوينية، عبدي أطعني، ها، أشار إلى السماء بالسبابة والوسطى، لأن هذا خنصر بنصر وسطى سبابة إبهام، بالسبابة والوسطى أشار إلى القمر فعزلهما، يعني عزل الوسطى والسبابة، فانشق القمر إلى شقين يمينا وشمالا. انشق القمر أمام أعينهم حتى ينقل أنه أكو حملة قافلة داخلة من المدينة على مكة المكرمة. شافوا القمر شقين نصفين. الإمام الشافعي في كتابه يقول أخذ ضوء القمر شق منه يضوي على جانب الأيمن من جبل أبي قبيس والشق الثاني على جانب الأيسر. هذا حبيبي، إذن هذا شو قالوا لها؟ مع ما هم ما اعترفوا بمعجزة النبي، قالوا لها هذا سحر. لأن صاروا أقسام، البعض قالوا آمنوا برسول الله، والبعض قالوا له ما شاء الله شنو من سحر عليكم، هذا القمر سوي نصين، هذا سحر قوي ما شاء الله. فعلى العموم الناس الله يعطيهم القدرة التكوينية، لكن بالأحرى أن نقول اللي يستطيع أن يأخذ القدرة التكوينية هو النبي والإمام المعصوم. أنا ضربت لك مثال للنبي، الآن أضرب لك مثال إلى الولي، يعني للإمام. قصاب مو خوش آدمي، كان ملحد ناصبي، والنواصب اليومك هذه موجودة. ناصبي يبغض الإمام علي بشكل عجيب، يا أخي عجيب هذا الرجال. يقول الإمام الشافعي يقول إن عليا أخفوا أصحابه ومحبوه فضائله خوفا، يعني تقية، وأخفوا أعداؤه فضائله عداوة، وفضائله ملأت ما بين الخافقين مع ذلك. علي بن أبي طالب. تعدى الإمام، أكو قصاب كاظ الساطور واللحم، كاظ اللحم بيده وهذا الساطور الآن يريد يقطع اللحم. فالإمام مر، هو قاعد ينظر إلى الإمام، فشتم الإمام علي، شتم الإمام علي والساطور بيده. بهالحين اللي شتم الإمام نزل الساطور على اللحم، فقرة، وين الساطور نزل؟ نزل على معصم اليد، إن هذا الكف، هذا المعصم الساعد المرفق لعضد الكتف، نزل على المعصم فقطع معصمه، قطع المعصم. درى هذا منين؟ من الإمام علي عليه السلام. أخذ اليد وركض، ركض يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. التفت الإمام شاف إيده مقطوعة والإيد بيده ونزيف دم شديد. قال القضية كيت وكيت، وأنا تبت إلى الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لما الإمام عرف التوبة منه قال له علي باليد، جاب الإيد وضعها على الساعد، ثم غطاها بمنديل قدام الناس، ثم دعا بدعوات ما إن رفع المنديل وإذا رجعت اليد كما كانت بل أحسن وأفضل. هذا شو يقولوا لها؟ يقولوا لها القدرة التكوينية، يقول للشيء كن فيكون. إذن مثال للأنبياء أنطيتك، ومثال لمن؟ للأئمة المعصومين. إذن إلهم أثر أهل البيت إخواني، والقرآن بشكل عام إلى أثر على حتى الجامدات، حتى على السوائل. الآن هاي شجرة جامدة تتكلم مع رسول الله، الحجر تكلم مع الإمام علي عليه السلام، الطير تكلم مع الإمام الحسين عليه السلام، القضية واضحة. الجن تكلمت مع الإمام السجاد عليه السلام، وهذا حبيبي.
الفخذ اللي جابوه اليهودية، امرأة يهودية جابت لحم دجاج إلى النبي الأكرم، انطوبيد النبي، أراد أن يأكله النبي، هذا الفخذ كان شنو؟ مسموم. فأنطق الله الفخذ، أخذ يتكلم مع النبي. إذن هذا شو يسموها؟ قدرة تكوينية. من جملة القدرة التكوينية هذه كل الموضوع، أريد أشير إلى موضوع هواي مهم، الأثر التكويني للإمام وإلى النبي على الماء. هذا الماء هذا الماء السائل اللي لا لون له ولا طعم له ولا رائحة فيه. الماء إخواني لا بي ريحة رائحة خاصة ما بي، ولا بي طعم خاص زين، ولا إلى لون. أنت خلي وخلي خلفه شيء أصفر يبين أصفر، هذا الماء خلي قدامه أحمر صار أحمر لأنه ما له لون، يعني يتلون بأي الألوان. هذا الماء إخواني أذكى مني ومنك، بعد أذكى مني ومنك، وهو من أول الجامدات ومن أول السوائل التي آمنت بمحمد وآل محمد وبالقرآن بالذات. شلون؟ الآن اكتشفوا العلماء إخواني، قبل لا أبدأ خل أنا أطرح لك القضية هذه. أكو بعض الناس حاطلة فد علاقة ومخلي بيها كم شبهة، واللحية اللي هنا واصلة لحد العلاقة، والدجداشة شوية قصيرة، وين ما يمشي على القناة ذب هاي الشبهة على الشيعة. قال شنو هالشيعة هذه مخلي لهم طاسة، انت تروح إلى الزيارات طاسة مخليها من النحاس صفر، مخلين عليها كف أسكف أبو فاضل أو أي كف، بعدين كاتبين عليها آية الكرسي، كاتبين عليها سورة الإخلاص، كاتبين عليها سورة الحمد، كاتبين عليها آيات، وكاتبين عليها اللهم صل على محمد وآل محمد، كاتبين 100 يعني 100 مرة. زين، الآن أنا أسألك يا شيعي وأريد أجيب على هذا السؤال، أنت لما تشرب هذا الماء بهذا الإناء شنو غايتك؟ شو تريد؟ شنو غايتك؟ غايتك الشفاء؟ يعني أنا أخلي بهاي الطاسة ماي وأشرب ماي ليش؟ والله بي ألم يشافيني بركة. زين، ليش هاي البركة لما تشرب بإناء ثاني خالي من هاي الآيات؟ الله ما يشافيك، بس إذا تشرب بهذا الإناء الله يشافيك. ليش؟ شنو الأثر؟ أنطيك الطريقة العلمية لها أو الأثر العلمي. الآن اكتشفوا، أول من اكتشف رجل مو مسلم، رجل ياباني فيلسوف محقق كبير، الآن هم موجود، التحاليلهم كلها موجودة، إثباتاتهم كلها موجودة، مو مسلم ولا شيعي ولا سني، كلش مو مسلم، رجال من اليابان. هذا اختبر الماء، أخذ يختبر بالماء، أكثر من 1020 اختبار اختبر الماء. الماء إخواني توجه الماء إلى مكعبات 6 أضلاع، زين، إلى مكعبات 6 أضلاع، 6 أضلاع كلها 6 أضلاع، ما بي 8، 6 بس. هاي 6 مرت عين على الماء تحت المنظار، تشوف هاي المكعبات مرتبة إلى شكل كلش جميل، مسطرة جميل يعني. ومرة تشوف المكعبات لا وحدة داخل وحدة، مزعبلة، هاي فوق هاي تحت هاي صار هيك كذا. اكتشف شنو اكتشف العجيب هنا؟ اكتشف إذا أنت تجيب الماء تخلي يم أغاني، تخلي غنى من الماء، أو تخلي صريخ من الماء، أو واحد يسمع الماء سب وشتم، ماء موجود أنت كاظ الماء وتقول له إيش من أمك أبوك قاعد تشتم واحد ثاني، كذا من عندك كذا من عندك، هذا الماء قاعد يسمع. قال لك إذا هذا الماء سمع السباب والشتم أو الكلمة الرديئة، هذا المكعبات ما تتخربص، ما يصير منتظمة. لكن إذا شاف كلمة أو سمع كلمة طيبة مثل أصوات الأطفال، مثل المدح والثناء، مثل كلمة الله، المكعبات تنتظم تصير منظمة. هذا حبيبي، ولهذا خلوا صورة إلى هو مخلي إناء ماي، هذا الماء وهذا الماء، هذا الماء صاح شيطان والماء الثاني صاح رحمن يعني الله. اختبروا الماء من نفس البركة كلش، اختبروا الماء، الماء اللي صاح به شيطان شافوا المكعبات مزعبلة به بخربطة، مو مسلم، لا تقول مسلم، مو مسلم هذا، ولا هو شيعي ولا هو سني بعد. زين، لأن الإسلام نوعين، إما شيعي إما سني، بعد غيره ماكو. زين، إذن شافوا هاي المكعبات مخربصة يعني مزعبلة مالها مو منتظمة، لكن شافوا الماء اللي صاحوا الله أو رحمن شافوا المكعبات منتظمة. هذا الرجل البحث ماله انتقل إلى امرأة إيرانية طبيبة الآن موجودة في طهران، انتقل. إيش سوت المرأة هذه؟ هاي المرأة عجيبة بعد. هذا 1000، اسمع يا حبيبي، 1200 اختبار اختبر هذا الماء كل 6 أضلاع، ماكو أكثر منها. هاي المرأة اجت خلت الماء، اسمع،
وجابت قرآن، خلت قرآن يم الماي، خلت قرآن يم الماي، قرآن قرأت قرآن يم الماي، واحد يقرأ قرآن هذا الماي، خلت هذا الماء تحت المجهر تحت المنظار، اتحققت شافت هذا الماء اللي ما يصير أكثر من 6 أضلاع، شافت تتبدل إلى 8 أضلاع وبشكل منتظم جميل للغاية. واضح حبيبي؟ خلت دعاء صار 6 أضلاع، خلت غير شيء صار 6 أضلاع، خلت قرآن صار 8 أضلاع. وصل الخبر إلى ذاك الياباني الآن هم موجود، قال هذا محال مو معقولة، قال مجيبوا لي قرآن، جابوا قرآن فتحوا والقرآن قدام القرآن والقرآن على الماي، اختبر شاف 8 أضلاع، 8 أضلاع منتظمة، هذا الماي ما يتبدل إلى 8 أضلاع إلا بوجود القرآن وقراءة القرآن، أي شيء اللي تختبر عليه، وهذا صار سبب لإسلام هذا الرجل. إذا يا حبيبي تجيب لك طاسة خالية مدري مخلين بيها حرام لو حلال أو مشبوه وخلى ماي وشرب زين، ومرة لا تخلي بيه آيات قرآنية وتخلي الماي بيه، لما تخلي الماي الماي يسري على الآيات يصير منتظم ويصير به مكعبات 8 أضلاع، وكل الميكروبات وكل الأضرار على الجسد راح هذا يقتلها، يصير ماء عذب، فتشرب الماي وين ما يمر على عضو من أعضائك الله يمن عليك بالشفاء ببركة القرآن الذي جعل في الماء بركة، وتجري الأمور بأسبابها. إذن هذه ترى موجز، هذه موجز بس مختصر، هذه يسمونها القدرة التكوينية للإمام المعصوم أو غير المعصوم. إخوان الكرام إذن إلهم قدرة هائلة مو بس على الجماد وعلى الحيوان، على كل شيء. والعجيب أنا بس القضية وأسألك الدعاء، الأعجب من ذلك إخواني الله هم يشهد بهذا، الله يشهد بهذا، يقول لك هذا القرآن، القرآن اللي أثر على الماي زين، هذا القرآن خليه على جبل، شو يصير بالجبل؟ يتصدع، يتهدم، يعني يتفلش. ها؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، يعني أكبر عنصر على الأرض هو الجبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ونفس القرآن تقرأ على فلان في القناة الفلانية تقول له بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال لك نسوان رسول الله. مو أنت قاعد تشوف الحق، احكم بالحق، يعني بينك وبين القمر شبر الآن، أنت احكم بالحق، قل الحق ولو كان على نفسك. كما أن القرآن معصوم، علي معصوم عليه السلام، لأن القرآن الصامت معصوم. ليش؟ لأن لا يأتيه الباطن من بين يديه ولا من خلفه، وعلي بن أبي طالب هو القرآن الناطق، علي مع القرآن والقرآن مع علي، يعني القرآن معصوم وعلي يكون معصوما، علي مع الحق والحق مع علي. الآن خل أنا أضرب هالقضية للشيعة الموالين، وخلي يسمعني ذاك المعاند، وأدري بما يريد، يعني أدري بما يريد، ولا راح يقنع، يعني مو هذا تقرأ القرآن ما راح يقنع، مو بس والله فلان يتكلم، هاي بصراحة أقولها، يعني أنا أقول لك كلمة، أين ما تجد في القرآن كلمة إيمان، وين ما تلقى كلمة إيمان، هي إشارة دقيقة إلى علي بن أبي طالب، حبطت أعمالهم. زين، اللي يكفر بالإيمان أعماله شنو؟ يصير حابط بيها. ليش؟ لأن قال رسول الله بحديث، في حديث صريح صحيح موثق مسند بين الشيعة والسنة، لما اجى الامام علي عليه السلام الى واقعة خندق، اجى عمرو بن عبد ود العامر وصاح، مو تعتقدون بالجنة والنار يا مسلمين؟ مو اكو جنة ونار؟ يا هو اللي يحب يوديه للجنة خلوا اسفره للجنة، تسفير انطي ويزة زين، واللي يحب النار هم يجي خلي يوديني الى النار، تقولون اكو جنة ونار؟ اي تعالوا ودوني الى النار، انا اريد النار، وتعالوا اوديكم للجنة، ما حد قام. زين، منو؟ الامام علي بن ابي طالب. قال يا رسول الله، قال اجلس يا علي، اقعد يا علي، لان اكو فرق بين الجلوس والقعود، خلي في علمك يا عربي، احنا اكو فرق، مرة تقول اجلس ومرة تقول اقعد، وين؟ اذا واحد نايم تقول له اجلس، اذا واحد واقف شو تقول له؟ تقول له اقعد. إذن أكو فرق بين القعود والجلوس، من الأدنى إلى الأعلى جلوس، من الأعلى إلى الأدنى قعود. قال له أقعد يا علي. الآن خل أتم الحجة، من يبرز إلى عمرو؟ ما حد قام. فلان وفلان هم موجودين، سيف الله المشلول أو المسلول هم كان موجود،
الجماعة كانوا موجودين اللي يدعون السبوعية أنه إحنا أبطال العرب إحنا. إي وينكم الآن؟ عمرو هذا قاعد يمثل الشرك بأجمعه. زين ما حد قام. أنا يا رسول الله. قال أقعد يا علي. مرة ثالثة قال يا علي لك ذلك. قام الإمام إيش قال؟ قال برز. اسمع اسمع يا شيعي، برز الإيمان كله إلى الشرك كله. يعني الإمام كان يمثل الإيمان بأجمعه، وبالفعل هو الإيمان علي بن أبي طالب. فالذي ينكر ينكر الإيمان يعني لا دين له. فالذي ينكر علي الذي هو الإيمان لا دين له. هاي بنص الكلام قاعد أقول لك بصراحة، ما ألعب على الحبلين مثل الغير. واضح حبيبي؟ إذن هذا ما يقول أو يقولون بالنسبة إلى القدرة التكوينية للإمام المعصوم أو النبي في كل زمان. ولهذا الرواية عندنا الآن، إحنا الرواية أن الأرض لا تخلو من حجة. الأرض لا تخلو من حجة، لأن وجود الحجة هو اللي يخلي للأرض استقرار. زين، الأرض تستقر بوجود النبي في كل زمان وبوجود الإمام في كل زمان. الآن إحنا من اللي حافظنا يا إخواني؟ ترى الله وكيلك، اللي حافظنا هو وجود الإمام الحجة سلام الله عليه. لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. أنت شوف هالمصائب اللي قاعد تصاب، وإلا أنت طفل يجيبونه، طفل يجيبونه حي يقتلوه، يشووه على النار ويخلوه، يخلوه في صينية طبق ويخلون عليه تمن تمن، وجابوا لأمه يطقون الباب على أمه وانطول أمه قدامه، خلوه بالباب وراح. وطفل هو عمره سنتين، يقتلوه ويشووه ويخلوه. زين أدري الله سبحانه وتعالى هذول ما يستحقون ينزل عليهم عذاب؟ ها يعني هيك ناس ما يستحقون الله ينزل عليهم عذاب؟ ليش يستحقون أن الله ينزل عليهم العذاب؟ لكن والله الله حافظنا ببركات وجود الإمام الحجة بن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ففي كل زمان وفي كل مكان يكون الإمام المعصوم والحجة بالشكل العام إخواني موجودا وحافظ لكل كيان الأرض. إن شاء الله نفيدكم ونوافيكم في حلقات آتية وفي محاضرات شتى بعون الله تعالى. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.